بالنسبة لك انا من ضمن الحكام من ضمن الحاجات اللي كنت متفق مع كابتن ثروت سيلا ما كانش يبقى في حكام اجانب غير في مباراه القمه الاهلي والزمالك. بس ده انا طلبت منه حاجه برضو عشان ابقى واضح، قلت له ايه، انا عشان اخد قرار زي ده يا كابتن اسلام يبقى لازم الانديه مقتنعه بمستوى الحكم المصري. هتقتنع بمستوى الحكم المصري ازاي؟ هو في يا كابتن انديه مقتنعه باي حكم في اي بلد؟ شو اعمل مصري اللي بس. عليك اعمل اللي عليك تمام، وهيئ الحكم بتاعك باسلوب كويس، وبعد كده تقول انا مش هجيب حكم اجنبي تمام. ودي كانت يعني الخطه بتاعتنا ان انت ما تجيبش حكم اجنبي او بالظبط. كان من الممكن اللي انا سمعته يعني كان من الممكن ان انت تجيب حكم اجنبي لغايه لما يتم تطبيق تقنيه الفي ار. بالظبط كده. انت بالنسبه لك كانت الشغل الشاغل كيفيه تطبيق تقنيه الفي ار خلال بالزبط. الموسم ده ولا لا؟ كان الموسم ده صعبه. الموسم ده صعب. شايفها صعبه جدا. انت هتجيب الناس، قلت لحضرتك العنصر البشري هيتمرن امتى؟ لو جبت الناس من بره انت ما عندكش الاجهزه خلاص. لو صفرت الناس طب انت هتعمل ايه في الدوري العام؟ هتاجل الدوري العام. وخلي بالك انت لازم تحط برضو على الناس عندها خبرات طبعا، اللي هم الحكام الصفوه اللي انت بتلعب بيهم في الدوري العام. طبعا هي موضوع مهم لازم يبقى في دراسه مستفيضه فيه عشان تطلع قرارات وما ترجعش فيها، فعشان تطول تطبقها بعد شهرين بعد كده تطبقها في الدور الثاني. اتمنى يا رب يتطبق باذن الله. يعني كابتن زعلان؟ لا خالص والله. عارف ليه؟ لان بينت لي مين اللي ممكن يقف معاك مين اللي ما يقفش معاك، والحمد لله. يعني انا الحمد لله رب العالمين امتلك حاجه كويسه يا كابتن اسلام، الحمد لله. يعني ازعم ان كل الحكام الحمد لله يعني بيحبوني وبيساندوني، وكان عندهم ايه حماس للتجربه، لان اول مره انا ابقى اجي، الناس اللي قبل كده جربوا قبل كده. اتمنى يا رب التوفيق للناس كلها باذن الله، وكل واحد يعرف شغله، لان اكيد هيجي في وقت كل واحد يقدر يقدم الحاجه اللي هو كان نفسه يعملها. مش زعلان خالص بصراحه، لان انا على طول يعني ايه انا عارف اني بجتهد، وطالما انك بتجتهد يبقى اكيد ربنا هيديك خير يعني باذن الله. ما خفتش مره تانية تيجي قناه الاهلي؟ انا اخف في حاله واحده، في حاله واحده لو انا مثلا بقول الكره دي مش فاول بس تفاول عشان قاعد في قناه الاهلي. انا ياما كنت قاعد معاك انت وكابتن سيد عبد الحفيظ وخناقات كتيره في كوره بس في الاخر بتقول ايه ده رايك انت التحكيمي بالظبط. ودي انا قلتها اول ما رحت، هل في اي حد هنا فرض عليا؟ عمر ما حد هنا عليا فرض اقول ايه وما اقولش. طب الحمد لله. ونفس القصه اصل في ناس تانية بيتم فرض عليهم. انا في ناس بيتم الفرض عليهم قول كذا وما تقولش كذا حقيقي. او ما تجيبهاش او ايه او ما تجيبش اللقطه او ما تجيبش اللقطه. انا هنا بصراحه اما كنت موجود لله. هنا مع حضرتك ومع كابتن اسلام ومع كابتن محمد فاروق وكابتن عبد الحميد ميدو قبل كده، ما حدش كان بيقول لي ايه جيب او ما تجيبش. خلاص صح. احنا بنشوف اللقطه وبنتناقش فيها. لا حضرتك قلت لي مره وانا بقولها اهو على الهوا لو تفتكر، ما اعرفش حضرتك فاكر ولا لا، مباراه المقصه والاهلي تمام، وحصلت ان رمضان صبحي اعتقد كان عامل فاول قبل ضربه الجزاء وادي دجله والاهلي مش فاكر الماتش تحديدا لكن كان كده. حضرتك قلت لي لا هي ضربه جزاء ولكن في فاول قبلها بالظبط كده يعني انا فاكر. فبالتالي كل الكلام ده كابتن سمير يعني انا من وجهه نظري كل واحد وليه يومه وكل حاجه وليها يومها ان شاء الله. اكيد ربنا يجيب الخير يا كابتن اسلام. وخلي بالك برضو في ناس كتير عملوا في قنوات منافسه. لا ما انا عارف بس انا ما بحبش اتكلم على الغير. طالما لو حد قاعد قدامي هقول له الكلام ده بالظبط. لا انا بقول لك يعني في قنوات منافسه، بس طالما انت بتقول الحاله التحكيميه انت شايفها بدون اي ضغوط ما عندكش اي مشكلة. لا لا خالص خالص. ما انا قبل كده قناه الزمالك كلمتني وعملت مداخله في التليفون وقلت، وكانت حاجه يعني ما مشيتش مع اللي هم كانوا عاوزين يسمعوه، بس خلاص انا قلت رايي. ومحدش برضو كانوا عايزين حاجه معينه ماليش علاقه يعني مالناش علاقه خلاص علاقه مشكلة. خلينا في قناه الاهلي وما يحدث داخل قناه الاهلي. فانا بشكرك جدا يا كابتن سمير النهارده على المقابله الجميله دي وكل التوضيحات اللي حضرتك وضحتها لنا النهارده ووضحتها لجمهورك، وانا متاكد الخير دايما موجود الحمد لله. خلي بالك واللي مجتهد دايما نصيبه هيبقى يجي له. الحمد لله. انا بصراحه بشكر حضرتك على الدعوه دي، الدعوه دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي. انا دعيه على فكره بس عشان ما ياكلنيش في الكلام، انا دعيه بقالي اسبوعين بس ماشي حبيبي. بس انا كابتن سمير بحبه يا جماعه، بحبه حتى من ايام الملعب يعني. ربنا يخليكم، متشكر جدا، ويا رب التوفيق للجميع، والتوفيق يا رب للحكام زمايلي ان شاء الله يعملوا موسم كويس يا رب باذن الله. اخيرا انت متخيل ان هيحصل الموسم كويس؟ يا رب يعملوا موسم كويس والله صعب. يركزوا بس، والله العمليه محتاجه تركيز بس. تركيز وحاجه تانية. ودي انا قلتها لهم مره، انا قعدت مع حكام الدبلين مره واحده قلت لهم حبوا بعض. انت لو تمنيت الخير لحكم زميلك ربنا هيجيب لك الخير وسهوله في المباراه.
مزبوط. ولو ما تمنيتش خير اكيد ربنا مش هتلاقي الدنيا واقفه بالظبط. يا رب ان شاء الله يركزوا بس. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن.